يمكن نقدم لكم بطريقة بسيطة، طريقة سهلة في خلال الربح من الانترنت. هذه الطريقة التي يمكن أن تعتمد عليها هي طريقة يعني الجمع العملات الإلكترونية، وبالتحديد عملة تي ار اكس. بطبيعة الحال عملة تي ار اكس هي حاليا يمكن الاستثمار خلال هذه العملة. ولماذا جمع هذه العملة؟ ولأن العملات الإلكترونية هي حديث العصر، هي التي يمكن أن تعتمد عليها في الوقت الراهن في جمع لماذا أموال جيدة. عملة تي ار اكس بطبيعة الحال هي عملة حديث الآن، هي متصاعدة ويمكن أن تجني منها يعني أموال في على المدى الطويل، وأيضا يعني أموال جيدة. لهذا أنصحكم بأن تقوم بجمع هذه العملة عملة تي اكس. ومن بين هذه الموقع التي يمكن أن تعتمد في جمع هذه العملة، وهو يعني هذه الشركة يعني التي يمكن أن تعتمد عليها في جمع يعني تي اكس. على العموم، أول شيء سنشاهد مثل الأرباح الخاصة بالشركة بطريقة بسيطة للغاية. يمكن أن تشحن من 1 إلى 1999 تي اكس، اسحب بشكل يومي 2.5 كل يوم. اشحن من 2000 إلى 19900 تي اكس، يسحب 3% كل يوم، يعني وإلى غير ذلك. يعني كلما شحنت أكثر كلما يعني حصلت على أرباح جيدة، وأيضا سحب يعني بشكل يومي. على العموم، قبل أن نتطرق إلى طريقة يعني هذا الموقع، أول شيء سنقوم يعني أول شيء الخروج، وسنشاهد طريقة التسجيل من خلال هذا الموقع، ومن بعد ذلك سنشاهد كيف يعني تقوم بسحب يعني الأموال الخاص بك إلى غير ذلك من خلال هذه الشركة. الشركة بطبيعة الحال الشركة شركة جيدة، شركة يعني يمكن تعتمد عليها يعني في سحب الأموال الخاص بك بطريقة بسيطة للغاية. أول شيء نقوم بالخروج من خلال هذه من خلال حسابنا الخاص، وسنقوم أول شيء بالذهاب إلى سيكن آن، ونقوم بالتسجيل من خلال الهاتف الخاص بنا، أيضا ثم بعد ذلك الباسورد، ثم الانفيت كود. سجل الانفيت كود اسفل هذا الفيديو. بعد ذلك هنا الانفيت كود، يجب ان تقوم بوضع الانفيت كود ضروري جدا حتى تحصل على 600 تي ار اكس يعني بشكل مجاني. كذلك يمكن الحصول كتاب كود كاباتشا. بعد ذلك تضغط على سكن اب، ومباشره يمكنك الدخول بطريقه بسيطه للغايه. اول شيء نذهب الى هنا، ثم بعد ذلك تضغط على اللوجين. بعد ذلك توجه الى حسابك الخاص بطريقة بسيطة للغاية. هذه بعض الاخبار التي يمكن ان تجدها في خلال الموقع. نقوم بالضغط على كلاوز، ثم بعد ذلك تتوجه ستجد هنا 600 تي ار اكس ما اعطاه لنا بشكل مجاني الموقع. يعطيك يعني بشكل مجاني الموقع 600 تي ار اكس حوالي 65 دولار، وهذا شيء جيد جدا. كذلك هنا خاصة بغدا يعني الارباح اليومية التي تحصل عليها ستجدها في هذا المكان. بالنسبة للانفيستمون يعني من خلال ويتردو يمكنك السحب يعني هنا انفيستمون الخاص بك سيظهر في هذا المكان بطريقة بسيطة للغاية. يمكنك لما يكون لديك يعني أموال السحب ستجدها في هذا المكان، يمكنك السحب بطريقة بسيطة للغاية. كذلك بطريقة هنا يعني بروموسيون، هنا بس بروموسيون إخواني أخواتي، هنا بس بروموشن تقوم بالضغط عليه. وهنا إذا أردت مثلا شحن حسابك إلى شخص آخر غير ذلك، أو مثلا إذا أردت تلقي حسابك إلى غير ذلك تجده في هذا المكان. كذلك من أهم الأشياء الغشة، يعني الغشاج بطبيعة الحال، الغشاج اهم الغشاش الخاص بك ستجده في هذا المكان، وايضا اهم الغشاش التي تقوم بتجده في هذا المكان. كذلك يمكن بالنسبه للبروفيت، يعني البروفيت الخاص بك ستجد مثلا هذا البروفيت يعني ستجده في هذا المكان الخاص بك يعني بشكل يعني يومي. قبل ذلك يمكنك اول شيء ان تقوم بالاداء لكي تحصل مثلا على تي ار اكس من 1 تي ار اكس، يعني تقريبا 1 تي ار اكس يعني رخيصه جدا. تقوم بالضغط على ديبوزي، بعد ذلك تتوجه مثلا الى هذه المحفظه، تقوم بالضغط على كوبي، ثم بعد ذلك نذهب مثلا الى محفظتنا الخاصه من خلال تي ار اكس. بعد ذلك نقوم يعني بشحن حسابنا الخاص بطريقه بسيطه جدا. يمكننا ان نشحن يعني حسابنا يعني بطريقه سهله للغايه كما تشاهد هنا. يمكننا ان نقوم بشحن حسابنا الخاص، نقوم يعني بالسيند، ثم بعد ذلك نضغط مثلا هنا، نضع مثلا هنا الرويد الخاص بنا، ثم بعد ذلك نضغط مثلا هنا 50 كما تشاهد هنا، بعد ذلك او مثلا 49، ثم ذلك نضغط مثلا هنا على حسب مثلا يمكننا فقط مثلا ال 8.4، يمكننا ان نقوم باداء 8.9 هذا هو الماكسيموم يعني باضافه الرسوم. ثم ذلك نضغط على السين، ثم ذلك نضغط على السين، وننتظر بعد اقل حتى يتم ارسال يعني اوكي، تم ارسالها الى حساب الخاص كما تشاهد هنا. حسنا، الان تم شحن الحساب كما تشاهد هنا 6.8.4.9، وصلتنا 8.4.9 بشكل كامل كما شاهد هنا. يعني بالفعل نشتري غشاش، وكما شاهد هنا وصلتنا 8.4.9 تي ار اكس بطريقة بسيطة للغاية. كما شاهد هنا وصلتنا بطريقة بسيطة للغاية. يمكننا الان ان نستثمر في حسابنا الخاص بطريقة يعني سهلة للغاية. نصل حتى يتم هنا يعني بيغ داي، ستظهر لنا هنا يعني الاموال الخاص بنا يعني بشكل بسيط جدا، او كما شاهد هنا يعني تريدينج،
وهنا اضافه لنا 2.3 يعني 4 مليون يمكننا ان نقوم بالضغط هنا ثم بعد ذلك سيتم اضافته يتم اضافتها بشكل بسيط جدا في هذا يعني في هذا المكان كما شاهدون باغ داي يعني 1.22 يعني تم اضافتها هنا كما تشاهد هنا يعني بطريقه سهله للغايه كما تشاهد هنا تم اضافتها وايضا يعني دقيقه حتى وهنا ايضا يمكن ان فقط تضغط على ريسيفي ثم ذلك يتم اضافه الاموال بطريقه بسيطه للغايه الى هذا المكان باغد يعني كما تشاهد هنا يتم اضافه الاموال هنا كما تشاهد هنا ويمكن سحب مثلا من 1 تري اكس الى غير ذلك تم اضافتها يعني كل يوم يمكنك فقط تضغط على تذهب مثلا الى تريدينغ بعد ذلك لما تذهب الى تريدينغ تضغط فقط على يعني ريسيف ويتم يعني كانه يتم وضع الاموال الى في محفظتنا في هذا المكان بطريقة سهلة للغاية كما تشاهدون يتم اضافتها كل يوم يتم اضافة يعني الرصيد في هذا المكان كذلك هنا طريقة اخرى هنا من خلال يعني تشير يمكنك ان ايضا ان تربح من خلال دعوة الاصدقاء يعني ومن خلال يعني هذا المكان تاخذ فقط هذا الكود ويمكنك ان تقوم بدعوة الاصدقاء بطريقة بسيطة هنا خاص مثلا بالكيب الخاص بك يعني كل الاشخاص الذين تسجلوا في هذا المكان يمكن ان تحصل يعني على يعني التايم وتحصل على اموال اخرى جيده من خلال يعني هذا التطبيق الرائع يعني تطبيق جيد يمكن ان تستعين به يعني في سحب الاموال الخاص بك وهذا شيء رائع بشكل كبير جدا يعني تحصل يعني اموال جيده بطريقه بسيطه وجمع عمله تي ار اكس بطريقه بسيطه يمكنك فقط ايداع واحد تي ار اكس والحصول على اموال جيده من خلال يعني هذا الموقع وهذا شيء جميل جدا وشيء يعني رائع من خلال يعني هذه الشركه الجيدة وشركة يعني سهلة جدا في العمل هذا كل شيء تقريبا من خلال هذه الشركة الجيدة التي يمكن ان تقوم بجمع الاموال يمكننا ان نقوم الان بسحب يعني مثلا هذا الانفستمون يمكننا سحبه بطريقة بسيطة للغاية فقط تذهب مثلا الى انفستمون او ويتردو ثم بعد ذلك يمكنك السحب الاموال الخاصة بك يمكننا ان نسحب مثلا هنا 1 فصيلة يعني هذا المبلغ يمكننا فقط مثلا 1 فصيلة مثلا 22 او يمكن ان هنا سنضع مثلا الوايد خاص بنا بطريقة بسيطة للغاية يمكن ان تأخذ مثلا هنا الوايد خاص بنا ثم ذلك تقوم بنسخها والتوجه مباشرة الى التطبيق ثم ذلك تضع مثلا هنا التطبيق الخاص بك بعد ذلك تضغط على ويجد ثم تضغط على يس ثم تنتظر حتى يتم وصول المال الخاص بك الى محفظتك الخاصة بطريقة سهلة للغاية ثم يعني سحبنا هذا المبلغ الى محفظتنا سننتظر بعد لحظات او ننتظر بعد قليل حتى يتم يعني يدعوه في محفظتنا الخاصة بتي ار اكس المال الخاص بنا يعني 1.22 تي ار اكس وصل بالفعل بطريقة سهلة للغاية يعني وصلنا الى محفظتي الخاصة يعني بطريقة سهلة للغاية يتم وصول الاموال بشكل سريع جدا يعني وبشكل آلي يعني فقط اقل من 30 ثانية أو 50 ثانية يصل الأموال إلى محفظتك الخاصة بطريقة سهلة وكما تشاهدوا سحبنا بالفعل من خلال هذا الموقع يعني موقع صادق موقع جيد يمكن تقوم باستغلاله حاليا في جمع جمع يعني التي ار اكس من خلال هذه التطبيق الرائع والتطبيق السهل للغاية ويمكنك السحب يعني أموالك بطريقة سهلة للغاية هذا كل شيء نظركم معي في شرح آخر أعانكم الله.